ليس فيلماً هوليوودياً، إنها مشاهد حقيقية من أحد أحياء الموصل. إنها رحلة للهروب من الموت. الآلاف مستمرون بالفرار من مناطقهم في نينوى تحت وطأة المعارك والاشتباكات الساخنة ونيران قناصة داعش. بعد نجاة من يحالفهم الحظ من خطوط الاشتباكات، يبدأون المشي لمسافات طويلة دون أمتعة تذكر ومياه صالحة للشرب. الخيار الوحيد معظم الأحيان هو المياه الملوثة. بعد ذلك مرحلة جديدة من المصاعب والمشقات، الانتظار في العراء حتى السماح لهم بإكمال الطريق نحو مخيمات النزوح. ماكو طغات والعجاية من البرد، ما ناموا للصبح، كلها تمرضت. وهذا صار لنا يومين هنا بالساتر، ما يفتحون الساتر على مود نعبر. البارح بتنا باردة الدنيا، أطفال برد، ظلينا قاعدين إلى الصبح، مي ماكو، يوزعون لك واحد بطمير تتغسل وجهك ما تقدر. وبعد كل هذا يكمل الفارون من جحيم الموت طريقهم بحثا عن الملاذ الآمن نحو مخيمات النزوح، لتبدأ هناك رحلة جديدة مع المعاناة في مخيمات تفتقر في كثير من الأحيان لأبسط مستلزمات المعيشة والإغاثة العاجلة. أكثر من 58,000 نازح حتى الآن منذ انطلاق معركة الموصل حسب وزارة الهجرة والمهجرين، وأكثر من 7,000 طفل بين جريح ومصاب في مستشفيات إقليم كردستان العراق فقط حسب مديرية صحة أربيل، وسط توقعات من مسؤولين ومنظمات دولية بتضاعف أعداد النازحين في الأيام المقبلة. قاسم حميد، العربية.